إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أما بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، وبينما كان كل واحد منا منشغلا بحاجته إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فأتينا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإنه قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أولاه العلماء اهتماماً كبيراً في أبواب الفتن، لأنه يبين كيف تدرج حال هذه الأمة، وكيف كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن أحوالها في جانب الفتن، رغم ما واجهته من تحديات صعبة، إلا أن الجيل الأول الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقدر بفضل الله عز وجل أن يتغلب على هذه الفتن. وحديث عمر الشهير مع حذيفة رضي الله عنهما، وهو يسأل حذيفة بن اليمان
عن الفتن التي تموج كموج البحر يشبه ما ذكر في حديثنا هذا. حذيفة يقول لعمر: إن بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين. يعني أن هذا الجيل الأول من الصحابة لن تصيبه مثل هذه الفتن. إن بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين. لكن أمير المؤمنين، لكن الفاروق لا يطمئن لهذا ولا يسكن له أو يتكئ عليه، لا، بل يسأل مصرا حتى يستعد وحتى يصدق فيه أن بينه وبينها بابا بالفعل. أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. الباب الذي يقدر على كسره لا قيمة له. أي واحد يأتي ويخلعه من مكانه. هنا يظهر لنا أن الصحابة لم يكونوا مجرد معصومين من الله عز وجل من هذه الفتن، لا، بل كان عندهم الحرص والإرادة الذاتية لمواجهة هذه الفتن، لذلك أعانهم الله عز وجل وتغلبوا عليها. فلما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، فليس لمجرد الأمر القدري وهو كاف، لكن لأن أهل هذا الجيل أو أصحاب هذا الزمان كانوا على عزم وإرادة شديدة أن يواجهوا هذه الفتن. لذلك لما نسمع كلمة الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هذه الإرادة، هذه العزيمة عندنا كأفراد وقيادات ومؤسسات أن الفتن لا تؤثر فينا، لا ننجرف وراءها، في حين أننا ندعو الله عز وجل ليل نهار أن ننجو، لأننا لا نملك ذلك بمفردنا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه حال المؤمن مع الفتنة، دائما خائف منها وعلى وجل وعلى استعداد في نفس الوقت. تأتي فتن أو تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، بمعنى أن الفتنة الثانية تجعلك تقول أن الأولى لم تكن فتنة، الأولى كانت شيئا سهلا يسيرا، سبحان الله، ويكرر نفس المعنى بلفظ آخر. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يستعد لها، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه، وكأن الأولى كانت سهلة يسيرة، لا، هذه هي التي ستهلكني. وتشبيهها بأنها تموج كموج البحر، كل من ذهب إلى البحر يعرف أن أول موجة تقابله يقاومها، إذا جاءت الثانية بعدها مباشرة يهتز، إذا جاءت الثالثة يشعر أنه يغرق، رغم أنه لو نظر إلى البحر من الخارج سيرى الأمواج مثل بعضها، كل موجة مثل التي تليها، يكون بينهما بعض الفوارق، لكن لأنه اهتز أمام الأولى لم يخرج منها سالما قويا متينا كما كان قبلها، جاءت الثانية شعر أنها أكبر منها، وجاءت الثالثة شعر أنها ستغرقه، والخلل فيه هو ثباته الذي كان عند الأولى ليس موجودا عند الثالثة أو الرابعة. ننزل إلى هذا الواقع المرير الذي نعيشه، نجد أننا خفنا من سلطات البطش والظلم في بلادنا،
فسعينا إلى الخروج. بقي من قال سنصلح هذه المنظومات. كيف نراهم الآن؟ نراهم الآن يضفون الشرعية على الظلم والطغيان حتى وإن كان مفضوحا، ويتكلمون كأن الذي يقف على رأس هذه المنظومة خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، كأنه عمر بن الخطاب في عدله. سبحان الله، فتن هؤلاء المشايخ. إذا نظرت إليهم في الأول لم يكونوا هكذا، كان عندهم ثبات، كان عندهم عزيمة، كان عندهم قوة وإرادة، لكنهم استشرفوا للفتن، نسأل الله العافية، ففتنتهم. وليس هؤلاء فقط، بل بعض من نجا من ظلم وطغيان هذه الأنظمة وخرج إلى الخارج فتنته الحضارة الغربية، الحرية والعدالة والطمأنينة والسكينة. فنراه يتكلم بنفس مصطلحاتهم وينتهج نهجهم، بل أحيانا يضفي الشرعية على منظومتهم، وكأنها منظومة إسلامية فقط أخذت مسميات أخرى. سبحان الله، لفتنة أخرى أشد. نجد بعض الشباب يهرب من هذا وذاك، يعيش في العالم الافتراضي على الإنترنت، يقول نصلح هذا العالم، فلا تجد أخلاقا ولا سلوكيات تدل على أن هذا الإنسان تعلم أو تربى في محضر إسلامي. ما الذي يحصل؟ نستشرف للفتن دون أن نأبه بها ولا أن نستعد لها فنخرج منها بهذه الحالة. المؤمن ينظر ويراقب لأنه حريص على نفسه، كما أنه حريص على الأمانة والرسالة التي يحملها، لكنه مشغول بقضية لا تنفك عنه لحظة، يزحزح عن النار ويدخل الجنة. يقرأ القرآن عندما كلما مر بهذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيقول متى تأتي هذه اللحظة؟ متى أشعر بها؟ متى يقال لي نجوت وأجد نفسي في رحمة الله ورضوانه في الجنة؟ منشغل بهذا. فهذه الفتن التي تأتي في آخر الزمان، ولعلنا في آخره أو لعلنا قبل آخره لكننا لسنا في أوله، والذي يقرأ منظومة الأحاديث النبوية المتعلقة بالفتن يعلم أننا اقتربنا. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وهكذا وهكذا الأمور في انحدار. فينظر المؤمن لنفسه هنا أنه نعم يريد أن يتحرك في العمل العام وأن يقاوم ويجاهد وأن يظهر الإسلام على أعدائه، وفي نفس الوقت لا يغفل عن فكرة النجاة الذاتية، كيف أنجو أنا؟ يقرأ القرآن كله لا يقتص منه، فيجد فيه يا أيها النبي لا تكلف إلا نفسك، ويجد فيه وأنذر عشيرتك الأقربين، ويجد فيه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يجد هذا كله. فلا يغلب واحدة على الأخرى تؤدي إلى هلكته. أحيانا العمل العام يأخذنا والدعوة الحماسية على من أجل الإسلام تغلب علينا لدرجة أن ننسى لماذا أصلا نريد نصرة الإسلام، حتى ننتفع نحن. أريد أن أكون أنا من جند الله عز وجل فأنجو وأدخل الجنة، أريد هذا، أريد أن تأتيني منيتي
ثم بعد ذلك أزحزح عن النار وأدخل الجنة. مشهور بهذا. هذه قضية كثيراً ما نتكلم في خطبة الجمعة عنها، فينبغي أن يظل دائماً يستحضر معاني التوحيد ويتذكر اليوم الآخر بما فيه، يقيس نفسه إيمانه وثباته بقضيته وفق قضية التوحيد بكل مفرداتها، لأنه قد يغفل. بالمثال كده، اللي راكب زحليقة مدها بسيط ما ياخدش باله انه بيتزحلق، لكن بعد ما ينزل تحت خالص يقول يا ده انا كنت فوق، ياخد باله ساعتها. لا، مفردات التوحيد لما تكون حاضرة وانت بقى في ظل الفتن التي تموج كموج البحر، هذه تنتبه عند كل مثقال ذرة من التنازل، فتعود مرة أخرى إلى مكانك الأصلي، فتخرج ناجيا من هذه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا في سياق علاقته بربه تبارك وتعالى. وليأتي الناس، أو وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا هم معه به. وهذه منظومة حسن الخلق. المؤمن الذي يقيس نفسه في خضم هذه الفتن المتلاطمة ينظر إلى هذه الأمور الثلاثة: التوحيد، اليوم الآخر، حسن الخلق. أعماله وتصرفاته وسلوكياته تعطيه مؤشرا إلى أين يذهب. طبعا لسنا بحاجة أن نكرر إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهذه المعاني الكثيرة، لكن أنا أريدها هنا ونحن نتكلم عن الفتن كمقياس ومعيار. أين كنت وأين أصبحت لأعرف إلى أين أنا ذاهب؟ فالمسلم الذي يدخل في أمر ما أو في عمل ما بغية إصلاحه ينظر إلى أخلاقه. والآن ونحن نرى الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي وننظر إلى المصطلحات والألفاظ التي يستخدمونها نتعجب. هل يسألون أنفسهم، يعني هل أنا كمسلم يجوز لي أن أستعمل هذه المصطلحات وأن أتكلم بها بهذه الطريقة؟ عندما نجد مجموعات بين الشباب والبنات والانفتاح إلى أقصى درجة، وكلهم يقول يعني نحن نريد أن نصلح ونريد أن نغير ونريد أن يكون لنا عمل ودور وأن نكون مؤثرين في كيف؟ يعني هل يعقل هذا؟ أن نصل إلى هذا المستوى ولا نستفيق أو ننتبه أننا تأثرنا ولم نؤثر، أننا فسدنا ولم نصلح؟ لابد أن ننتبه إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة: أيها المسلم، إذا أردت أن تقيس نفسك في زمن الفتن فانظر إلى أخلاقك، انظر إليها جيدا. هل ما زلت محافظا على ما كنت محافظا عليه من قبل، تعتبره ثوابت، تضع ما تسميه خطوطا حمراء وتردد دائما: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، تردد هذا وتكرره وتحاسب نفسك عليه.
هل ما زلت تفعل هذا في زمن الفتن هذه؟ وكلما اشتدت الفتن، كلما اشتددت في تذكير نفسك وأكثرت من تذكير نفسك بهذا. مهم جدا أن نعيد قراءة هذه النصوص بشكل صحيح، بشكل عملي، بشكل تطبيقي، وأن نقيس ذلك على أنفسنا. لسنا مكلفين فقط أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، إنما مكلفون أولا ورأسا أن نخرج أنفسنا وأن نزحزح أنفسنا عن النار وأن ندخلها الجنة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا في ظل هذه الفتن.